والوداد يحتفل بعيد ميلاده 77، ثلة من نجوم الأحمر السابقين اجتمعوا بمركب بن جلون في موعد رياضي حضره الآلاف من أنصار الفريق، وشهد إجراء مباراة استعراضية وانتهى بعرض للألعاب النارية والشهب الاصطناعية. يوسف سهيلي، هشام بلوانة. 7 عقود و7 سنوات، إرث كروي حافل لأحد أعمدة كرة القدم الوطنية. فضاء مركب بن جلول لم يتسع لجموع الوداديين من مختلف الأعمار والمشارب ومن الجنسين، حضروا بكثافة احتفاء بمعشوقتهم، لكن أيضا لمشاهدة نجوم حملوا القميص الأحمر سنوات المجد. إنه عيد ميلاد الوداد. الحقيقة أم ديالنا، هذه الام ديالنا، بحيث لانه كتعرف في ايام المقاومه شكون اللي كان كل شيء كيغوت الوداد، كل شيء كان كيمشي يتفرج في الوداد، والوداد ايام استاد فيليب هي الوداد، وكتبقى دائما الوداد. وبالنسبه للوداد، الوداد الام، الوداد اللي ترعرعت فيها، كان مع هذا الجمهور هذا اللي كنحتفلوا، الحمد لله اننا احنا رجعونا لواحد الوراء، لواحد 10 سنين اللور. نجوم الثمانينات والتسعينات اجتمعوا في رقعة واحدة، استعادوا ذكريات الزمن الجميل وانتزعوا الآهات ممن حضر. نيبة الداودي، بن عبيشة، القانا، وسعيد زموري وغيرهم من نجوم الوداد أمتعوا الحاضرين لحظة فرح من الماضي نسي فيها الوداديون ولو لحين خيبات الحاضر. خاص الوقت والتضامن، كل شيء ما بين اللعابه، الجمهور، المؤثرين، المسيرين، لحقاش عائله، كانت عائله وحده ما عمرها كانت مفرقه. الوداد راه في الدم ديالنا، الوداد، والانسان ما خصوش يتعدى على الوداد، خصو يخدم بنيته. وراه عندنا واحد الجمهور عارق، ماشي الا في الدار البيضاء، راه كاين واحد الجمهور عارق اللي في المغرب كله، هو كاين كيبغيونا. ولا انسان الوداد ما خصوش يقطعوها، الناس مسؤولين خصو يتحاماو عليها، وخصو يرجعوا الامجاد ديالها، راه حرام عليهم باش يضيعوا هذا الفريق هذا وداك الشيء. لحظة وفاء من جماهير الوداد تجاه ناديها، جماهير حجرت فريقها اختياريا في موسم للنسيان، على أمل أن ينصلح حال الوداد عما قريب لتعود مشاهد الاحتفال هاته إلى المدرج الشمالي.